السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله نزلنا سوق السيدة عائشة، عملنا عروض مباشر من السوق، عروض بأرقام تليفونات أصحاب العرض. لو أنت حابب تنزل فيديو على القناة، التفاصيل إن شاء الله نهاية الفيديو. رجاء الاشتراك في القناة للاستفادة من المزايا اللي بتقدمها القناة لمشتركينها. يلا بينا نشوف العروض. معانا كمان عروض لطائر المذبوح. طبعا اللي ما يعرفش طائر المذبوح هو اتسمى باسم المذبوح لان على رقبة الذكر المكان الاحمر ده، الصبغة الحمراء، ودي طبعا بتبقى دليل على ان العصفور بالغ وكبير. تمام، شكل الانثى اهو، ده شكل الانثى. نحاول نثبت الكاميرا كده عشان الفيديو يبقى واضح. تمام، يبقى ده شكل الانثى. طبعا زي ما احنا شايفين الطيور كلها بتتحرك بحيويه، وده دليل ان العصفور صحته كويسه جدا اهو كده واضح. ده سعر الجوز ان شاء الله 225، سعر الجوز 225 جنيه. وفي كمان بنجانيز، سعر الجوز عامل 100، سعر جوز البنجانيز عامل 100. في حاجات بشوشه زي ما احنا شايفين، ادي البنجانيز. تمام، سعر الجوز ان شاء الله عامل 100 جنيه. كنا عايزين رقم تليفونك يا باشمهندس. 410 37 35. شكرا جدا، سلام عليكم. ده كاسكو افريقي. تمام، هي حاجات صيد بس في منها حاجات انا اللي تفريخ. ده تفريخ مصري اللي ورا حضرتك. ده 13000. ده عامله 13000. 13 ده عين صفرا صح كده؟ عين صفرا، دكر كبير. دكر كبير، حوالي عمره قد ايه؟ حوالي 6 سنين. زي ما احنا شايفين الحاجه ما شاء الله تقف على الكتف، متكلمه طبعا. متكلم ورغاي. اللي هيجي يستلمه يستلمه على الكلام اللي هو بيتكلم. تمام. ودي انت برضك متكلمه بس دي ب 15. انثى متكلمه ب 15. وطيران حر في البيت، ريشها كامل، ريشها كامل بالريشه. مفيش ريشه ناقصه. دي حوالي 6 سنين. زي ما احنا شايفين طبعا من اهم العلامات اللي بتقول لي ان ده فرد كبير لون العين. الحاجه زي ما احنا شايفين ريش متستف وحاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا من الصعب ان هي تتكلم في الشارع، لكن طبعا البيع هيبقى بضمان ان هو متكلم بطلاقه. يجي يسمعه في البيت، يجي يسمعه في البيت كمان. عايزين نعرف طب الاسعار. ده 13، ده 13، وده 15. ايوه ده 13. 13000. والبنت دي 15. البنوته دي 15. دي طيران حر، دي طيران حر في البيت. طبعا معروف في الزنجباري ان ال بسم الله ما شاء الله. طبعا معروف في الزنجباري الانثى بتبقى اغلى من الذكر. هي متكلمه اكتر كمان، متجاوبه في الكلام وطيران حر. وفي دي 9000 متكلمه برضه. صيد بس متكلمه. يعني اقدر اقول ان هي صيد قديم. صيد قديم ومتكلمه. يعني بقى لها قد ايه مثلا في مصر؟ دي بقى لها حوالي 8 اشهر في مصر. 8 شهور. هي تقريبا سنها حوالي سنه. تمام تمام، عايزين نتكلم على بقيه العروض. كده ده الحته ب 7.5، دول بدايه هدوء لسه، بدايه هدوء. الحته بكام؟ 7.5. سعر الحته 7.5. دي زي ما قلنا برضو صيد. محددين الجنس يا باشمهندس؟ لا بس هي بنت وولد، ما فيهوش عض نهائي زي ما حضرتك شايف. تمام، هي بالخبره كده بنت وولد صح؟ بنت وولد لكن ما فيش تحليل. تمام؟ تمام. في حته ثانيه هنا دي بتسعة. دي ب 9000. دي ب 9000 متكلمه، اللي هياخدها يستلمها برضك متكلمه. تمام، دي ب 9000، احنا قلنا دي ان اصل صيد بس عندها قابليه جامده ومتكلمه. تمام، قلنا ب 9000 جنيه. تمام.
هي الاعمار كلها فوق ال5 سنين صح الكلام كده؟ لا دي عندها سنه. تمام الحته دي عندها سنه؟ تمام. ده قص جنداي، ده قص جنداي، ده سعره 6000 جنيه. دكر كبير شغال. ما طلعش اهو زي ما احنا شايفين الحاجه ساحه وريش. واللي تحت ده برضو ايه؟ واللي تحت برضو نفس السعر؟ القص ب6، والقص ده شغال. دي الحاجات الزنجباري، دي حاجات زي ما قلنا قابلة للتدريب. تمام. عايزين رقم تليفونك يا باشمهندس. 031 011 031 2 0 1 2 1 8. تمام شكرا جدا يا باشمهندس، تحت امر حضرتك. سلام عليكم. وبكده تكون عروضنا خلصت. لو اي حد حابب يعرض عروض في القناة بتاعتنا يبعت العرض بتاعه على رقم واتس 011 4 728 6716. يفضل طبعا ان الفيديو يكون مصور بالعرض وتقول فيه جميع التفاصيل. الشروط بسيطة جدا، ان العصفور بتاعنا تكون صحته كويسة وفيش اي عيوب، وتكون اسعار مناسبة. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.